خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تاجیل دور امام زمان علیہ السلام کے لیے باواز بلند تر صلوات. تمام مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پتہ چلے مجلس شروع ہو چکی ہے. دو دو قدم آگے آ جائیں آپ سب لوگ, جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا آگے آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. باواز بلند تر صلوات. پھر بھی باواز بلند تر صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے, باواز بلند تر صلوات پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمہ تو اتنے بالکسال ماری فغتینی بے فاتح تو بالکسال مانی فغت ہے تو بے وسر تو اندر ودا بجو یتنا لکن نخل بادر فی لیلت تمام و کمال فما کانت اللہ سات و دم بی والدی الحسان قد اقبل و قال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا قرتین و زمرۃ فؤاد فقال یا ام ان یشم ذاکر آیتان طیبتان کانہا رایت جد رسول اللہ فقلت نام ان جدک تحت الکسائے فاقبل الحسن نحو الکسائے وقال السلام علیک یا جد یا رسول اللہ اتازن علی اناد غلما قطعت الکسائے وقال علیک السلام یا والد و یا صاحب حوضی قد اذنت لگا فدخل معه تحت الکسائے فما کانت اللہ سات و ذنب والدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا والدی و یا قرتین و سمرۃ فؤادی وقال لی یا ام ان یشم ذاکر آیتان طیبتان کانہا رایت جد رسول اللہ. سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھا کریں. فقلت نام ان جدک واخاک تحت الکسائے فدن الحسین نحو الکسائے
وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتعزن علي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا والدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم وما والدي تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله. أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنت ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واجب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل ما له بيت نبوة وما دون رسالة فاطمة وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. على لي ولعلى يقرق السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية
वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुजीतन वला फलक यदोरो वला बहर यजरे वला फलक यसरी इल्ला ले अजले को मा मुहब्बत को वकदाजन अली अनाद गुला मा कुम फाल ताजन अली या रसूल इल्ला। فقال رسول الله عليه السلام يا من ويلا انه نام قد ادن دولا قد قال جبرائيل ما انا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي ذو والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. अब सब आपने मेरे साथ मिलकर हाथ बुलंद करके इलाही आमीन कहना है। या अलियो वल्लजी बासनी बिल हक नबियान वस्तफानी बिरसालत नजियान मा जुकिरा खबर नाजफी महफिल मिन महफिल अहलिल अर्ज وفي جمن من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم لفرج الله همه ولا مغموم لكشف الله غمه ولا طالب حاجة لقضى الله حاجته فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعاً وتمتعوا فيها طويلاً.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जल्द पर जाना।